في مستلزمات جدا ضرورية بلشت تنفقد من المستشفيات، وفي أدوية بلشت تنفقد كمان. الوضع كارثي فعلا، بنتوقع الانهيار الكامل قريبا إذا الدولة ما بتبادر إلى خطة إنقاذية. النيونات اضطرينا نوقف لانه ما عاد في تامين شروط السلامه له. البيشنت سيفتي صارت مخروقه، اذا ما فينا نتحملها، ولذلك نحن وقفنا النيونات. هذه الشغله الاساسيه، طالما فينا نامن السيفتي نحن، يعني سيفتي بالنسبه لنا بالنسبه للنيونات هي شغله واحده، انه يتامن كهرباء 24 ساعه 24. للأسف بمستشفيات الخاصة والحكومية والقطاع الصحي للأسف كتير عم بيعاني بنقص بالمعدات الطبية الأساسية، منهم الجهاز التنفس، وحتى كمان قطاع التيار الكهربائي مش عم بيساعد أبداً. نحن قدام هالأزمة في خوف كبير إلى انهيار كامل للقطاع الصحي. هذا الانهيار مش رح يشمل بس المستشفيات، مش رح يشمل الموردين بدهم يجيبون المواد الأساسية، مش رح يشمل فقط الأطباء والممرضين يلي كلهم رح يكونوا ضحايا بهذه الأزمة. رح يوصل للمريض، ومثل ما عم تحكي يمكن نوصل لفترة كلفة الطبيبة تصير كتير غالية، والمريض ما قادر ولا بشكل من الأشكال يأمن حاجته. ما بدنا نكرر تجربة فنزويلا أو غير بلدان اللي يطلبوا من المريض جيب معك الدواء، تعا من حكمك نعمل لك تشخيص، بس جيب الدواء معك، جيب أكلاتك معك، جيب تيابك معك، جيب شرشفك معك. هيدي الأشياء إن شاء الله ما نوصل لها، لأنه بالوضع الحالي لا المواطن قادر يدفع مصاري يتحكم ولا المستشفيات قادرة. شو هنا بعد ما يظل هذا حرام، يعني بكلم بلا مؤاخذه، نحن لو ما انك عندك حدا برا يطلع فيكي تغزيني، ده واحد بيموت. الله يسعدك، بدي اخذ رقم تليفوني.